كما أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة لمصر. وأضاف مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية أن حماية حقوق الملكية الفكرية تدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة. إن حماية حقوق الملكية الفكرية في واقع الأمر هو يدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة، فالمجال الزراعي في واقع الأمر يساهم بنسبة 14% من العائد الإجمالي لمصر، ومسؤولا عن أكثر من توظيف العديد من الأفراد في القطاعات الريفية. نجد كذلك أن هناك سكان مصر ازداد عددهم ليصل إلى 128 في عام، من المتوقع أن يصل إلى 128 في عام 2030. وفي ظل هذه الاضطرابات التي تحدث في مناطق كثيرة في العالم، وهناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فنجد أن هناك حاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات. نحن هنا نتحدث عن حماية الأصناف النباتية التي تلعب دورا هاما في تنمية التنمية الزراعية والاقتصادية.